أصدقائي المشاهدين مساء الخير، مرحبا بكم في هذه الحلقة حول الشأن التربوي المغربي. نايض صداع هذه الأيامات بين وزارة التربية الوطنية وجمعيات أولياء وآباء التلاميذ على خلفية واحد المرسوم الجديد اللي صدر في الجريدة الرسمية تحت رقم 7011 اللي كينظم وكيعاود النظر في المقتضيات ديال هذه الجمعيات هادو وكينظم العمل ديالها في الوسط التربوي. في هذه الحلقة بغينا نعرفوا شنو هي جمعيات أولياء وآباء التلاميذ وشنو هو الدور ديالها وشنو من المفروض أنها دير، أشنو هو هذا المرسوم هذا وشنو كيحاول يعني يصلح في هذه الجمعيات هادو، وشنو هو السبب ديال الاستنكار والرفض ديال هذه الجمعيات هادو لهذا القانون هذا. القضية كما كنعرفوا إلا كان صداع لابد ما يكون فيها الفلوس، إذا هنا هذه الجمعيات هادو كما صرح الرئيس ديال الفيدرالية ديالها الوطنية كيقول بانه هذه الجمعيه كتستخلص 70 مليون ديال الدرهم سنويا، وكيشوف الرئيس ديال هذه الفيدراليه هذه بان الجمعيات غادي تحرم من هذه الاموال هذو. الا بغينا اولا ندخلوا لهذا الموضوع هذا لا بد ما نرجعوا نطرحوا السؤال اشنا هو الدور ديال هذه الجمعيات هذو اللي كياخذوا واحد المبلغ مهم عند المواطن عند الاباء التلاميذ كل بدايه موسم دراسي. فاش تمشي التلميذ يتسجل كاين رسوم التسجيل اللي هي ما كثيرهش تكون شي كدا 40 درهم، وكاين واحد المبلغ كيتعطى للجمعيات الاباء كيتراوح بين 60 درهم حتى 150 درهم احيانا حسب المدرسه وحسب الوسط وحسب المستويات من الابتدائي للثانوي. هاد الاموال هذه راه كتوصل احيانا حتى 20 مليون ديال السنتيم في مدرسه واحده. غادي نطرح واحد السؤال، فين كتمشي هاد الفلوس هادي وشنو كيدار بها وشكون اللي كياخذها؟ هاد القانون الجديد جاب بزاف ديال المقتضيات، ولكن اهم مقتضى هو انه كيلح على واحد النقطه، هو انه لابد الرئيس والمكتب المسير للجمعيات اولياء واباء التلاميذ يكونوا هاد الاعضاء ديالو هم فعلا اباء لتلاميذ في هذيك المدرسه، في حين اننا كنلقاو اليوم العديد من الجمعيات ديال الاباء واولياء التلاميذ كنلقاو الرئيس وبعض اعضاء المكتب ان لم نقل اغلبهم ما عندهم حتى شي علاقه بالمدرسه، غير كان ولادهم كيقراو واحد الوقت وبقاو شادين الجمعيه. اللي خصنا نعرفوه بان هاد الجمعيات هادو هي وكر من زمان الشلهبيه، يعني الناس اللي كيقلبوا على المال السهل عارفين بان جمعيات واولياء واباء التلاميذ هي كذلك وسيله سهله للحصول على هذه الاموال هذو. هذه الاموال ملي كيستخلصوها كيعطيو منها شي حاجه يديروا بها شي حاجه شي نشاط ولا يدخلوا بها شي تدخل محدود في المدرسه، ولكن الاغلبيه ديالها كتمشي للجيوب ديالهم وغالبا ما كيتقسموها. هنا غنطرحوا السؤال، اشنو من المفروض تقوم به هذه الجمعيه هذه وشنو هو الدور ديالها ولا شدات وعلاش اصلا كتاخذ الفلوس؟ هاد الجمعيات هادو داروا والمبدا ديالهم علاش داروا عالميا وفي وداروا في منظومات تربويه يعني مختلفه عبر العالم، هو انه الاسره او الاسر او اباء والمسؤولين على التلاميذ والاولياء ديالهم سواء كانت الام ولا الاب هما كيكونوا حاضرين في المدرسه متابعين الشان التربوي وكيدخلوا كذلك كشركاء للمدرسه وكيعاونوها والدعم ديالهم سواء المالي وكذلك المعنوي كيساعد المدرسه وكيحاول يحل بعض المشاكل ديالها. في حين انه اليوم اللي كنلقاو هو ان هاد الناس في الغالب كيكونوا معرقلين، اللي كيدير اللي كيدخل الجمعيه باش نكونوا واضحين، الاباء العاديين ديال مثلا مشيو للمدرسه، المدرسه نلقاو فيها مثلا فيها 400 تلميذ ولا فيها 1000 تلميذ ولا فيها 100 تلميذ. ناخذوا مدرسه متوسطه يعني المتوسط ديال اللي تيكون فيها ديال التلاميذ 800 تلميذ مثلا. هاد 800 تلميذ الاغلبيه ديال الاباء ديالهم نقول واحد 50% كيكونوا اباء على قد الحال كيجريو على القوت اليومي ديالهم، ما عندهمش الوقت فين يوصلوا للمدرسه وما عندهمش الوقت فين انهم يحضروا ولا يتابعوا داك الشيء، ولا ما عندهمش عندهم تخوف من اي حاجه رسميه، يعني هما يعطي الفلوس ديال جمعيه الاباء ولكن باش يجي ينخرط فيها ولا باش يجي يسيرها ولا باش يجي يحضر الاجتماع ديالها ما عندوش السوق في هذا الشيء، كيقول لك خاطيني من هذا. وكيكون واحد كاين واحد النسبه مئويه حتى هي مهمه كيكونوا اباء
عارفين شنو هي الجمعيه، عارفين شنو هو الدور ديالها، ولكن لانهم عارفين شنو كدير هذه الجمعيه وعارفين الناس اللي كيمشيو لهذه الجمعيات هادو هما كيتبروا منها، تيقول لك انا نعطي الفلوس ويدبروا راسهم لانني انا ماشي شلهبي، انا ما كنتش فلوس عباد الله، اذا انا ما غاديش نمشي لهذه الجمعيه هذه لانني ما عنديش ما باغيش الصداع. اذا هذه الجمعيات هادو كيبقاو في النهايه لاننا جربنا وجربوا الناس الطرباويين وشافوا هذا الشيء، فاش تبغي تاسس يعني في الغالب كنقولوا الغالب عبر التراب الوطني يعني في المغرب كامل سواء في القرى او لا في المدن الكبرى او لا في المدن المتوسطه، الغالب هذه الحاله هي اللي كتوقع، وقعت لينا بزاف ديال المرات. كتبغي تاسس جمعيه الاباء، المدير ديال المدرسه كيعيط على الاباء كاملين باش يجيو ياسسوا الجمعيه ديالهم ويحضروا ليها ويعينوا الرئيس بيناتهم وكذا، هذا كيجي واحد اربعه ولا خمسه، هاد الاربعه هما اللي باغيين وهما اللي عندهم عين في هذيك الجمعيه، تيشوف حتى كيعيا وكيعيط مره اخرى كيجيو هادوك جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، اذا هادو كيتفقوا بيناتهم الرئيس نائب الرئيس امين المال وكيديروا ما بغاو. وفي الغالب كيكونوا عندهم اهداف سياسيه، اما شي واحد كيترشح في هذيك المنطقه وباغي انه يشد جمعيه الاباء باش انه يمثل هذاك الدور ديال الوسيط بينه بين الساكنه والمدرسه، وهذا الشيء واقع بزاف، ولا كيكون شي واحد عنده علاقه من بعيد او قريب بالمدرسه كيحاول انه يستغلها في علاقات معينه. عموما عموما الهدف ديال هاد الناس هادو هما هذيك الاموال اللي كتجمع لانها كتكون في يدهم وكتكون تحت التصرف ديالهم. وفي الغالب الى شي مدير يعني جمع لهم وشد معهم الزكير كيحاولوا انهم يدخلوا معاه في صراعات لانهم باغيين دائما ما يديروا في جيوبهم. الا لقاو شي مدير غادي معاهم في الخط راه 50-50 وغاديين في نفس الاتجاه. هادشي اللي كيوقع في الغالب. اذا المرسوم الجديد حط المقتضى الاول انه الا شي حد ما عندوش ولده في ديك المدرسه ما عندوش الحق يكون في المكتب ديال الجمعيه، هذه الاولى. اذا بزاف ديال الشلابيه ما عندهم حتى شي علاقه بالمدرسه، ولادهم غير كانوا كيقراو في واحد التاريخ ولا ما عندهمش كاع اولاد وتيكونوا في الجمعيه، اذا هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي هي مهمه هو ان هذه المدرسه خصها تكون شريك، والفلوس ديال هذه الجمعيه تكون شريك للمدرسه، وتكون هذيك الفلوس اللي كتشد كلها تخدم الصالح ديال المتمدرس، تعاون من اجل محاربه الهدر المدرسي، تعاون من اجل مناهضه العنف في الوسط المدرسي، تعاون من اجل الدعم والتقويه اللي كتكون في بعض الدروس، تعاون من اجل التضامن الاجتماعي اذا كانت حالات مثلا ديال الناس يتامه ولا هذا الاباء كيجمعوا بيناتهم، يعني انها تدخل كشريك للمدرسه وتحاول انها دير بروجي مشروع ديال المدرسه انها تحضر فيه وتعاون فيه. لا يعقل اليوم بعض الغيورين على التربيه مديرين واطر تربويه كيديروا مشروع للمدرسه من اجل المدرسه من اجل يعني الرقي بالمدرسه، وكيقدموه لجمعيات اخرى وكيقدموه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكيجدوا من منها، والجمعيات الاباء في نفس المدرسه جامعه الفلوس من عند الاباء الفقراء ودايرينهم في جيبهم وتجي تهضر معاه، يعني غادي تولي عدو ديالو. اذا هادشي كاين وكاين بزاف عبر التراب الوطني. هاد الناس اللي كيغوتوا دابا كيغوتوا لانه تقاست لهم واحد البزوله اللي الرئيس ديالهم صرح بان الفلوس ديال جمعيه الاباء كتوصل حتى ل 70 مليون ديال الدرهم. مدرسه متوسطه راه هي الا كانت كتاخذ 100 درهم من عند الاباء راه تقدر دير يعني حتى 10 المليون حتى 15 مليون حتى 20 مليون. اذا الا كانت غير 10 المليون بالنسبه لهم واحد 3 ولا 4 ديال الناس، الحل ديال هذا الشيء هو ان الاباء اللي كيخلصوا خصهم ملي بدا هذا المرسوم هذا يعاودوا يهيكلوا الجمعيات ديال الاباء والاولياء ديال التلاميذ، يدخلوا ليها يفرضوا رؤوسهم كبديل يكونوا رؤساء. انت الابن ديالك كيقرا في المدرسه، انت بغيتي الخير للمدرسه، بغيتي الخير لولدك، اذا غادي تساهم وغادي تخلي ديك الجمعيه انها الفلوس ديالها والدعم ديالها والحضور ديالكم ويعني الاصطفاف ديالكم يكون في جانب المدرسه. هنا كنرجعوا لواحد المساله مهمه تقالت يعني في بزاف ديال يعني الكليشيهات التقليديه وفي الـ يعني التصنيفات ديال المدرسه، كتقول بلي كاين بزاف كاينين ثلاثه ديال الانواع ديال المدارس. كاين المدرسه يعني اللي كترقي المجتمع،
كاينه المدرسه اللي كتكون غاديه مع المجتمع، يعني المدرسه اللي كتعمل من اجل رقي المجتمع وكتصلح المجتمع هي المدرسه الاسيويه اللي عند الصينوا وعند الجابون وكوريا وكذا. المدرسه هي النبض ديال القلب النابض ديال المجتمع، وهي اللي كتصلحو، هي اللي كتجدد الدماء ديالو، لانها هي اللي كتربيه، هي اللي كدير الاخلاق. هذا نموذج. كاين المدرسه الغربيه غاديه مع المجتمع نفس نفس، وكاينه المدرسه اللي عندنا اللي الشعبيه والمجتمع هو اللي كيقيدها، هو اللي كيأثر فيها. دابا كاين بزاف ديال التشنجات بين الاطر التربويه وبين هاد الشلابيه هادو. انا كنقول شلابيه لانه في الغالب، طبعا كاين استثناءات ديال الناس هما ديال التربيه عندهم مبادئ وكيخدموا في تعاون وفي شراكه قبل هذا المرسوم هذا، كاين، ولكن قلل بزاف. كونوا على يقين بانه كاين قلل بزاف هاد الناس اللي كيديروا جمعيه الاباء وكيمشيو مع المدرسه وكيكون عندهم حس تربوي وكيبغيو الخير لولادهم ولولاد عباد الله. اللي كاين بزاف هو انه ناس كيبغيو يسرقوا على ظهر الناس وعلى ظهر الاسر وكياخذوا الفلوس ديال جمعيات الاباء. اصدقائي المشاهدين، ما تنساوش تفاعلوا مع هذا النقاش هذا، مع هذه النقطه هذه اللي طرحت، واللي طبعا غادي تعرف التطورات في الايام المقبله. وما تنساوش انكم اذا كنتوا اباء تحاولوا انكم تشاركوا مع المدرسه، وتحاولوا انكم تقلبوا تعطيو الفلوس لجمعيات الاباء، تقلبوا فين تمشيو هاد الفلوس وتشوفوا شنو كيدار بهم، وتحضروا في الاجتماعات ديال المجالس ديالها، وتحضروا كذلك وتكونوا ممثلين في المكاتب، لان الاصلاح تيجي من خلال المشاركه ديالكم، ومن خلال كذلك التواجد ديالكم والقدره ديالكم انكم تسمعوا اصواتكم. الى اللقاء.